مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى معنا في هذا الحوار الخاص مع الفريق أول الركن سيف الدين الراوي قائد الحرس الجمهوري العراقي. تحدثنا معه في الجزء الأول من الحلقة عن استعدادات الجيش العراقي للمعركة مع الولايات المتحدة في 2003 وكذلك قراءة الجيش العراقي لإمكانيات العدو الذي سيواجهه في المعركة التي أدت إلى سقوط بغداد بيد القوات الغازية، وكذلك تحدثنا معه عن قراءة الجيش العراقي والقيادة العراقية السياسية والعسكرية لدول الجوار العراقي. في هذه الحلقة سنتحدث مع الفريق أول الركن عن المعركة التي خاضها الجيش العراقي مع القوات الأمريكية ابتداء من البصرة وصولا إلى بغداد. سيد الفريق، كيف بدأت مواجهتكم العسكرية مع القوات الأمريكية سواء في البصرة أو في نقطة التماس الأولى؟ استاذ عبد العظيم، العدو دفع بثلاثة أذرع، ذراع قصير يعني من اتجاه الكويت طلع باتجاه البصرة، صارت عملية انزال شمال الفاو، استهدف الفرقة الآلية 51 وقاتلت قتال باسل في ضواحي الزبير، وكان تجي باتجاه مطار البصرة وهدف البصرة، احتلال البصرة. الذراع الثاني اتجه باتجاه الناصرية عبر الطريق السريع، وهاجم الفرقة تلمشات 11 وقاتلت قتال باسل ومشرف الفرقة 11 في الناصرية، ورتل آخر الرئيسي الاستراتيجي انطلق عبر الصحراء وحاذ طريق النفط القديم خارج كل المدن العراقية بالصحراء اتجاه النجف. واتجاه النجف، وهذا هو الرتل الرئيسي وانتشر وبدأ يتهيأ للدخول باتجاه مدينة بغداد. الحرس الجمهوري اشتبك مع العدو عن طريق أوامر السيد الرئيس القائد يوم 23 بعمليات القوات الخاصة في أي مكان؟ في الكفل والعباسيات، واستمرت القوات الخاصة على مدار 12 ليلة تهاجم العدو في الكفل والعباسيات ومفرق الديوانية. حتى مفرق الديوانية بعمليات على شكل مجاميع، وتم استطلاع العدو بسهولة عن طريق السابلة المدنية، يعني أمر قوة مجموعة الهجوم ركب سيارة مدنية وملابس فلاح وعبر استطلع القوة وهاجمها بالليل. يعني عميد ركن وعد الله أمر 26 بطل، يعني مقاتل ذيب، قدر يكمل الركل الامريكي بالعباسيات والكفيل يوم 25 26، ودمر 12 مدرعة معادية. نعم. وقت واحد. اول تماس للحرس الجمهوري هو في منطقة الكفيل. الكفيل نعم. عن طريق القوات الخاصة. نعم. والتماس الثاني صار باسم القوات الخاصة، هاجمت مآوي العدو المدرعة في مفرق الديوانية على الطريق السريع. نعم. هو يعني كانت عملية الفتح المبين. نعم. اللي هو ثلاث قوات خاصة. وامر ايضا ضابط الشجاع نفذ بها امر فوج ودمر عده مدرعات بالمأوى وضربوها بالمدفعيه، واضطر العدو ان يترك هذا المحور ويتراجع باتجاه الناصريه. العدو كان يتخبط، يعني خلينا نقول عليه يمشي على الطرق، يمشي على اي مكان ما بي مقاومه. استمرت المعركه، وتدي تفاصيل يحتاج لها 100 ساعه احكي لك ثانيه، يعني الوقت ضيق، المعلومات راح اضغطها بشده، يعني لانه احداث ويوم بس احداثها تعادل شهر. نعم. من انزالات، من انزال بعكاشات، انزال منطقه الثرثار، انزال بالنباعي، يعني انزالات عديده صارت، لكن انزال بالحبانيه. نعم. لكن كان طريقه مساره كانت سريعه جدا ومستغربه، يعني لم يواجه مقاومه من الجيش العراقي في معظم المناطق التي التقاها في مناطق جنوب العراق، ولذلك كان يسير بسرعه باتجاه بغداد. انا اقول لك المنطقة المحصورة بين الحدود السعودية وحافات المدن الغربية اللي هي النجف وسمام منطقة صحراء، هذا الربع خالي من القطعات، لا يوجد فيه جندي واحد، لأنه الدفاع بالصحراء ضد عدو يمتلك قوة جوية، تفوق جوي ساحق مهلك وما له أي قيمة، يعني ما يؤدي أي نفع، تدمر القطعات وتدمر القوة. العدو ايضا قلت لك من مش على الذراع الطويل، هذا ما واجه اي قوه حتى يقاتلها، قبل دخل على النجف. نعم. بوابات الفرات الاوسط اللي اساسا هي القياده الوحيده اللي بيها ما بيها قطعات نظاميه. نعم. يعني هل القوات الامريكيه
سلكت طرق أو سارت باتجاه لم تكن تحسب له حساب؟ محسوب بس ما تقدر تخليه بقوة. يعني قوة تدمر بالطيران. يعني أي قوة بالصحراء ما لها قيمة. توجيه سيد الرئيس القائد بأنه ممنوع أي قوة تصير غرب الفرات. ما لها قيمة تخليه بالرطبة أو تخليه بالنخيب تدمر يعني. أريد أن أسألك عن تصريح في وقته كان مستغرب. تصريح وزير الدفاع العراقي سلطان هاشم عن أن العدو ربما سيصل إلى بغداد في غضون 5 إلى 10 أيام، وهذا كان يعني ربما قراءة مستعجلة قبل حتى أن يصرح العدو أو القوات الأمريكية بذلك. والله أنا اللي عرفته بأنه السيد وزير الدفاع كان ناقل التصريح، يعني ما كان هو يعني صاحب التصريح، لأنه هو رجل من يعني صاحب التصريح. والله هو جاء توجيه يعني من مرجع أعلى يصرح بهذا حسب ما عرفت عنه. يعني ما سألته شخصيا يعني. هو رجل محترم ورجل يعرف يعني كيف يعني يصرح، وهذه المسألة ما أعتقد عنده صلاحية يعني أنتم مثل هذا التصريح يعني. نعم، كقادة عسكريين كيف كان رد فعلكم؟ رد فعلنا كان ما إحنا مرتاحين لهذا التصريح. نعم، لأنه إحنا فاهمين كقادة، مو أنا ما مرتاح، بس يعني قصدي الجندي اللي راح يوصله. تشوه المعلومة، راح يوصل للجندي بأنه ترى العدو راح يدخل بغداد بعد 5 أيام. زين، هذا اللي على المحيط يقول لك أنا شو أسوي أدافع مثلا الجندي يعني. نعم، بس الضابط وقال فاهم هذا السبب يعني من هذا التصريح، حتى هي الناس المقاومة والدفاع عن بغداد. أريد أقول لك بأنه القوات المسلحة العراقية والحرس الجمهوري اتخذت إجراءات بدين نشر الاعتداء بالانفتاح ما يتخذ أي جيش بالعالم. سنين هم يشتغلون على الحالة، أجروا تمارين ولعب حرب، بس العدوان كان أكبر من كل هالإجراءات اللي صارت. حجم العدوان أخبرتني أنه وقت تم توزيع عتاد الجيش العراقي في مختلف مناطق العراق أخليت من مناطقها، ما الهدف من هذا التوزيع؟ الهدف أنه العدو راح يستهدف مخازن العتاد. نعم، وقسم بها بالصحراء، فإذا استهدفها راح يدمرها، إحنا ما راح نقدر نطول بالمعركة. فإذا إحنا على محيط بغداد ومناطق الفرق كدسنا، يعني عندنا عتاد كان في كل الشرق الأوسط، كدسنا ملايين ملايين الاعتداء بحدود 80 مليون بس قنابر الهاون، عشرات الملايين المدفعية، عتاد دبابات، يعني هذا العتاد والسلاح يكفي المقاومة العراقية بعد 50 سنة تقاتل به، ما تحتاج إلى أي إسناد خارجي. يعني يقول لك بأنه المقاومة تحتاج إلى إسناد خارجي، هذا مو صحيح، لأنه العتاد والسلاح أساسا منتشر بكل القرى وكل المدن وسيطر عليه بكميات كبيرة جدا. فإحنا بس النظامية اللي سووها الأشغال العسكري 1100 مخبأ، فكيف الغير نظامية؟ يعني أرقام هائلة هائلة من العتاد نشرناه بقرى سنتين، احنا ننقل عتاد ودار مدار بغداد. كقادة عسكريين متى شعرتم بالخطر؟ يعني في أي منطقة عندما وصلت القوات الأمريكية إلى أي منطقة شعرتم بالخطر وأن بغداد أصبحت مهددة؟ من وصل العدو للنجف، ضواحي النجف محور خطر، وكذلك باتجاه الكوت، يعني الدفع باتجاه الكوت. لأن أعطيك شلون دفع العدو، العدو بيجي للنجف وطور باتجاه الحلة، يعني قاتلت القوات الحزب والقوات الشعبية والأهالي، يعني أهالي الجنوب قاتلوا قتال باسل مع القطعان، يعني الحلة بالناصرية المواطنين كانوا معنا بشكل يعني غير يعني ممتاز جدا يعني. طيب قلت لك احنا بالنسبة لحد هاللحظة احنا بس عندنا 3 فرق مدرعة تدافع عن بغداد، العدو بالنجف واحنا عندنا بس 3 فرق مدرعة تدافع عن بغداد. قلت لك الفرق مدرعة يعني مو مال دفاع، واللي هي لحد الان بالمخابئ، يعني لانه احنا ما نقدر نشغل الموقع الرئيسي مباشر، وانما نشغله حال الاشتباك مع العدو. اذا تطلع قبل الاشتباك القوة الجوية تدمرك، فعندك مخبأ وعندك موضع للقتال وعندك مشات يراقبون يخبروك اذا يجي العدو. بس المعركة الأولى صارت بالنجف وبدل مفرق الديوانية وأذينا بها العدو جدا، هي بعمليات القوات الخاصة اللي استمرت 12 ليلة تقريبا. فإحنا قلت لك من صار الموضوع بهالشكل هذا، جت القطعات قال لي وين تريد تصير نبوخذ نصار؟ قلت له يعني نقلص الجبهة مال المدينة المنورة، فمش منطقة المسيب
أو نجعل نبوخذنصر بالأمام ونسحب المدينة المنورة إلى عمق بغداد على أطراف الدورة وهاي لأنه خطر عندنا. قاد الفتح المبين رعد الحمداني فريق رعد كان عنده رأي تروح للحلة. نعم. واعترض قلت له استاذ مش تروح للحلة بعيد يعني. كيف تروح للحلة و100 كيلو متر أجنحتنا مكشوفة؟ لو قطعات تعويق ممكن تروح للحلة، بس قطعات نظامية قال لا خلي تروح للحلة يعني. القيادة منطقة وسطى وقلنا احنا قبل شوية جرينا عليها راحت نبوخذنصر وفتحت في مدينة الحلة. وقوات عدنان انفتحت في منطقة الطارمي، أنا كان رأيي تكون وراء خلف زراعة دجلة، عندنا مواضع. رئيس قصي الله يرحمه الشهيد قال لا أريد هالمكان حتى إذا دفع العدو منطقة استثار الدافع. قلت له من هي المواضع؟ قال يحفرون، تدري سفيان ماهر قائد الفرقة الحرج لأنه شلون تقدر تحفر ومئات الطائرات فوقك؟ فتعرضت الفرقة إلى غارات جوية كثيفة جدا، أكثر فرقة تعرضت هي قوات عدنان. من وصلت قوات نبوخذنصر زرتها يعني زرتها يعني فتحت على محور الهندية ومحور الحلة. كان وياي عبد الحميد الربيعي لواء ركن أبو أمجد ضابط شجاع مدير أركان عامة. فطلعنا للهندية وصلنا طلعت استطلاع شفت المدرعات العدو تتنقل بين النجف وبين كربلاء. قلت ترى راح يهجموكم اليوم. قتلنا دفاعات الفوج هناك التقينا مع الفوج شجعنا الجنود بما يسوون غارة العدو أيضا سوى غارة. وأيضا الفيلق أشعرونا بأنه أيدوا فكرة أنه العدو راح يهاجمهم بالحلة ويهاجمهم في منطقة الهندية. وفعلا يعني بعد أن وصلت الفرقة الكاملة هوجمت لواء 23 من قبل فرقة مدرعة أمريكية صد وكذلك لواء 22 الفوج الأمامي هوجم من قبل لواء مدرع أمريكي. فجر يوم 28 27-28 اللي كان عندنا هناك كان عندنا حوالي 4 قوات خاصة كاملة بالبساتين محور الكفل. هاي اشتركت بالمعركة مباشر مع العدو. يعني اللواء كان بالجبهة وجت العدو ضربة من الجناح غير متوقعة. فتكبت خسائر كبيرة العدو والقوات الخاصة أسقطوا طائرة سنتية بصواريخ ضد الدروع. وكرر العدو 3 الهجوم 4 وفشل وانسحب تراجع باتجاه الكفل وأيضا فشل باتجاه الهندي ولو تمكن مرحلة من تطويق الفوج اللي بالهندية. ولكن خابرت القائد فرقة محمود الجحيشي أجع قائد عندنا مو أجع عن أجع قائد قاتل بشرف هي قوات نبوخذنصر قاتلت قتال باسل وهي آخر فرقة بالتفتيش تأخذ درجات وأول فرقة بالقتال أشوف الفرق. العدو أو القوات الأمريكية متى اخترقت هذه القوات باتجاه بغداد؟ ما اخترقت قطعات بالحلة وبالهندية ما اخترقتها. فكان نية العدو إما جلب نظرة لقطعات باتجاه الحلة حتى يطلع باتجاه كربلاء. أطور الهجوم ماله يوم 30-31 باتجاه كربلاء. وقاتلوا الفدائيين صدام قاتلوا شرف يعني كل المعارك يعني قاتلوا شرف حقيقة يعني قتال ممتاز فدائيين صدام وقاتلوا الحزب هناك وقاتلت مدفعية الفتح المبين بالذات مدفعية المدينة المنورة ومدفعية نبوخذنصر حرس جمهوري. وبيوم واحد نفذ أمر المدفعية الحرس الجمهوري ضربة لواء فاضل الله يرحمه قادوا توفى ضرب 1000 قذيفة 155 على العدو بالكفل وجبر أن يترك الكفل ويروح باتجاه النجف وغير مساره باتجاه كربلاء. اشتبك العدو في كربلاء مع الفدائيين ومع الهاي ولكن تمكن أن يجتاز ثغرة كربلاء يوم 1 نيسان. عبر 1 نيسان بدأ الإخلال بالتوازن يعني من اندفع من اتجاه ماكو ولا تشكيل نظامي. كان عدد تشكيل وصل قبل يوم من الجيش واجتاز العدو يعني العدو دا يمر بفرق ودرع تشكيلات واسناد جوي وسمتي وين يجي على صحراء جرف الصخر. صحراء جرف الصخر نموذجية عمل الدروع مفتوحة هو الجو يسر عملها. اذا كان باتجاه جسر جرف الصخر العدو اندفع ايضا من الناصرية باتجاه الكوت باتجاه الشطرة وتكبدت القطعات المدافعة وقاتلوا بشرف يعني رفيق غازي العبيدي اشاد به السيد الرئيس اشاد به قصي
في معركة الكوت، يعني القوات نظم الفدائيين والحزب قاتلوا قتال مشرف العدو في الكوت. وقلت لك رجع من الكوت، تراجع من لغة مقاومة، رجع باتجاه مفرق الشوملي وطلع الطريق السريع واتجه باتجاه النعمانية. هذا الكلام من يعني صار إيش ضغط، قلت لك يوم 1 نيسان وقبل صدر أمر من السيد الرئيس أن تجي قوات بغداد من الكوت إلى بغداد، يعني احنا 50% من الحرس الجمهوري كان عايد دفاعاته في مكان ودافع عن مكان، يعني صار لك 5 سنين بغداد تشتغل دافع بالكوت، تركت دفاعاتها وتحشداتها وعتادها وجت في بغداد، وعدنان نفس الشيء ونبوخذنصر نفس الشيء. متى وصلت القوات الأمريكية إلى محيط بغداد؟ أصبحت بدأت معركة بغداد. نعم قلت لك العدو اندفع وين؟ دفع باتجاه جسر جرف الصخر. هذه كنت طالع على يعني خابني رئيس أركان الجيش، كنت طالع قالوا العدو وصل جرف الصخر، قلت أنا أطلع أشوف المعركة، يعني يوميا أطلع للقطعة، ماكو يوم ما أطلع، أكو قصف جوي ماكو مشكلة. فطلعت قالوا لك دمر فيها من جسر جرف الصخر وأكو رتل يمن المسيب، ورتل قال لي عبر من نعماني رئيس أركان الجيش وصل الدبوني وإجا باتجاه بغداد. قلت له عندكم فرق 34 هناك بدلت قوات بغداد بسرعة خلال 24 ساعة، يبدو هذه الفرقة تخطاها العدو أو قدر ينزل خلفها، وآن هذا الموقف حيل يعني راح يطلع قبر على جسر ديالة. استاذ هاي المسألة شوية حفزتنا، يعني عندك ذراعي قوية سجل تجاه بغداد، ذراعي بندفع من النعمانية وذراعي دا يحاول يعبر من تجاه جرف الصخر ومسيب باتجاه بغداد لتطبيقها. من ركضت اخذت لواء السادس مشات خليتها بالعزيزيه حتى اخر العدو على الاقل فد 72 ساعه بمن حصل على موافقه ندافع بشكل جيد نجيب النداء نخليها شمال نهر الريال، ما حصلت الموافقه. اللي صار رجعت انا لبغداد وجزت من الموقف، قلت له اطلع اشوف موقف المسيب وجرف الصخر خطر هذا، غير يريدني اظل ويريدني اروح، يعني قلت له خليني اروح، الطريق شويه خطر، قلت له مو مشكله، طلعت وصلت الى المسيب، احكي لك بسرعه الاحداث سريعه وقت ما موجود، شفت قائد الفتح المبين، شفت قائد المدينه المنوره، يا وين افواجكم هاي بالمسيب؟ دافعيها بالامام حوالي 40 كيلو متر، يعني قبل يعني خلينا نقول شرق كربلاء. يا شو بدكم هناك انتم؟ منو اعطاكم امر؟ سيد الرئيس اللي يقول لكم ممنوع غرب الفرات. شنو هال اذا مبادره لازم تخدم الهدف مو تربك الهدف. ما حد جاوبني. بدي اروح جرف جسر جرف الصخر. قال لي الفوجة انطوقت بعدين انفتحت يعني عنها الحصار وقدرت تجي مال 14. بدي اروح جرف الصخر، قال سيدي ماكو شيء والدبابات تراجعت وجسر راح يفجروه نو بروبليم يعني ماكو مشكله. لا اخذ اروح، كان يدق تليفون بالثريه كان يقول سيد مشرف يريدك ترجع فورا. رجعت اوجست بالموقف. هسه توني قاعد يم سيد مشرف على الكرسي هو يمي، كان يدق تليفون ركن فايق رئيس الكاد فتح المبين، قال لي الدبابات عبرت جسر جرف الصخر. هذا يوم 1 نيسان. قلت له يعني ما ضبطت اعصابي حقيقه، كان انفعلت جدا على هذا الموقف، قلت له دمروهم وهذا ما يصير وانتم قلتوا له الجسر، حكيت حكي قوي. فقال لي سيد مشرف شك، وقلت له يقولون دبابات على الجسر وانا اقول لك انه دبابات قد عبرت الجسر وهذا راح يسوي لنا كارثه. قال شلون؟ قلت له هذا الجسر مشات القعقاع ومن خلال عده طرق، طريق يطلع المفرق اليوسفية يعزي قطعات الموجودة بالحلة وبالمحاويل، طريق راح يطلع باتجاه المطار، طريق السريع يؤدي إلى خلف قطعة حمرابي ويندفع يخلي قطعاتنا كلها خارج الدفاع عن بغداد. يعني يندفع الخط الثاني مالنا. في هذه اللحظات قيل إنه حصل خيانة في الجيش العراقي ولذلك استطاعت القوات عبور بعض الجسور واختراق قطعات الجيش العراقي. يعني الجسر اللي مهيئ للتخريب ومبلغ امر القوه والفيلق يشرف عليه والفرقه تشرف عليه ما تفجر. انا ما اقول لك اكو خيانه، اكو اهمال لا يختفر، يعني هذا امر القوه عقيد ركن
جسر مساحته ما يعني ما يطلع لك كيلومتر مربع ما تقدر تسيطر عليه. نعم. وعنده قطعات في الجانب الآخر وعنده عناصر هندسة وكل دقيقة ينفحص، كل 5 دقائق تنفحص. نعم. التفخيخ مال الجسر شلون ما فجره، يعني إهمال هائل. وعلى الجسر أكو 1000 مقاتل فوج آلي وكتيبة استطلاع الفيلق من خيرة القطعة، ولكن ما هو موقف العدو. يعني شلون عبر، يعني شلون. نعم. ملزة في الجسر هي هاي الكارثة. هذه النقطة أريد أن أؤكد عليها، قضية الخيانة. يعني تم الحديث كثيرا أنه حصلت خيانة في الجيش العراقي ولذلك انهار الجيش سريعا، وذكر من بين الأسماء سفيان ماهر التكريتي، كان من بين الأسماء التي تهمت بالخيانة. هل هذه معلومات صحيحة؟ لا، يعني سفيان ماهر بقى وياي إلى مساء 9 ديسمبر. قال بس أنا وجندي، قلت له لوارق سفيان أنت تمثل الفرقة عدنان، انت وجندي تروح تدافع بالبوابة بغداد، هذا الامر واضح. قال نعم سيد وراء، اخذ الجندي السائق وراح يدافع. قضية الخيانة في بشكل عام ما لبسنا هاي الحالة، احنا ما لبسنا هاي الحالة، بس تدري هذا الجسر من اهم التفجيره، يعني يرتقي الى اعلى درجات الخيانة اعتبر، هذا مو صحيح؟ نعم. لان هو هذا سهل عبور العدو وخل بتوازننا بشكل كامل، ها؟ فبنتواجد عبر العدو الجسر، يعني مثلا السيد مشرف شيت قلت له كارثه، قال شلون بتخليه نفكر نرجع للخط الثاني ولا ترى قطعات بقلت الحصر؟ قلت له الدبابات عبرت، يعني هسه راح ترى العدل ينقل الطريق السريع وحطنا كنا. ما حصلت الموافقه على عودتنا للخط الثاني، السيد مشرف كان مؤيد يعني هو حقيقه. دخلت اراء يعني ما ابتعد هذا المسلك وقال ننتظر نشوف الموقف الى اخره. قلت له راح اطلع يعني اروح اخذ القوات الخاصه واروح اهاجم العدو براس الجسر، والا ترى كارثه، العدو هسه راح يطور. لان العدو بالعبور 3 مراحل، مرحله تاسيس الجسر، مرحله التكامل، ومرحله الاندفاع باتجاه الاهداف. فما عبر يتنزه، عبر عنده اهداف. اخ عبد العظيم اخذت يعني طلعت يعني شلون تقول بسرعه هائله، يعني ما ادري حتى بنفسي، واخذت المرافق وياي ومدير الاركان العامه القوات الخاصة، قلت له راعي تهيئ لنا شوف عنده قوات خاصة جماعتك وحتى الشنغارة على رأس الجسر ولو بجر في الصخر. طلعت على بسرعة وصلت يم الترعة اللي تؤدي اكو طريق يعني يؤدي الى مشيئة القعقاع الجنوبي، مع ماكو فقط حوالي 15 جندي مع قوة استطلاع. اجى داغر يعني معاون رئيس هيئة التصنيع وزير التصنيع العسكري، قلت له وين راح اشوف القعقاع؟ ركبني انا وياه مدير كام عمه كان يسوق هو سايق ماهر حميد، بسرعه انطلقنا. شو احنا مشينا حوالي 500 متر 600 متر امامنا مدرعات امريكيه، يعني هذا ويا الغروب ويا الغروب. قال مدرعات داغر، حميد قال مدرعات ديور بسرعه قدر، يعني هم ما هاجمونا يا اما يعني عبالهم مدني فلاحين يا اما رادوا يأثرون على اكثر، بس هو يمكن الله اعمى بصيرتهم. فقدرنا نخلص معجوبه من هذا الموقف، حتى برجعت بالليل شفت يعني التقيت بالسيد الرئيس الله يحفظه، التقيت بالسيد الرئيس قال يعني انت ما يصير تتقرب هالقد العدو، يعني ليش تتقرب على المدرعات؟ قلت له والله احنا تفاجئنا بها ما شفناها. قال لا خلي مسافه بينك وبين العدو، انت قائد مو يعني تعرض نفسك بسهوله للخطر. فرجعنا اجتمعت القطعات بالليل يعني بحدود الساعة 2400 واحد على 2 نيسان قوات خاصة جمعتهم. احكي لك بسرعة يعني الامور شلون كانت. نعم. فقلت لهم شرف العراق وشرف بغداد والامة تعتمد على المعركة، الى اما تأخروا العدو جبروا يتراجع خلف الجسر يا اما ترى راح ندفع باتجاه بغداد وتصير كارثة. والناس انطلقت وعد الله ومحمد وربع الطوقة باتجاه اهداف، وسمناهم الخطة وقادة فتح المبين يسدون جناحهم على النهر ويتقدمون باتجاه الشمال اتجاه الجسر، وتقدموا وقاتلوا ونطوا الشهداء واخروا العدو الى ضياء الاخير لليوم التالي. ما قدر العدو يطور، اذا ربكنا كل عمليات عبوره، يعني يجب ان نربكه، اذا ما نربكه يتكامل ويندفع حتى حصل على قرار نرجع للخط الثاني. ولم نحصل على قرار العوده للخط الثاني، لو احنا عايدين للخط الثاني بل 24 ساعه
لكان معركة بغداد يكون لها وجه آخر تماما، يعني القطعات كانت ترجع، بس من صارت عودة القطعات صار سباق مع العدو. يعني قادم فتح المبين فوق اهمالهم بالجسر ما فجروه، زجوا اللواء العاشر كله، هو اللواء العاشر مكلف بحماية الأرض الحيوية بالمفرقة الوسفية، فاضطريت أدفع لهم اللواء الرابع من فرقة بغداد، وحظ هذا قائد بغداد أصبح أنه ضابط جيد، هذا صالح السلماني لواء ضابط جيد محترم، بس الموقف ما ساعد، كل قطعات توزعت وبقى عند لواء واحد. من يتحمل مسؤولية عدم اتخاذ هذا القرار؟ والله بالنسبة لي أنا طرحت الموافقة، بس ما يعني أقول لك من يتحمل، يعني هو كل واحد عنده وجهة نظر، يعني قسم لك القطعات تصير أرباك بالحركة، وكانت إحنا نحجم العدو نحتوي رجع من هالاتجاه، يعني آراء تختلف. نعم. بس اللي هو قرار للقائد، أنا مو قائد، يعني ما عندي صلاحية أحرك فوج أو لواء، أنا أعطي مشورة وخطط ومن حصل الموافقة تتنفذ العملية. نعم. بس تدري يا أخ عبد العظيم، يعني لو إحنا مسحومين الخط الثاني، يعني قطعات الفلوجة وقطعات المعقوبة راجعة تتوازن، بس أنت بتصير سباق ويا العدو، تصير الأمور غير شكل، يعني إحنا حركنا فرقة 400 كيلو متر وصلت كاملة لما أخذ نصها، هالمرة قطعات ترجع 30 كيلو 40 كيلو، يعني عملية سهلة. فالعدو إيش صار؟ صار يعني صباح اليوم الثاني هم طلعت مرت اللخ، شفت قادر فتح المبين يم ترعى المي، قال احنا هاجمنا بالليل واستمرت المعركه، انا رجعت بثلاثه بالليل هم خبر لقصي، ولقيت انتظرني وبوسني غرفه العمليات وحشيت، لقيت له انا شك بهاي القوه الجزمهم بس راح تاخر العدو، فخلي حصل على موافقه بكت نرجع للخط الثاني ارجوك، يعني بيه. هو كان مؤيد الرجل مؤيد. كيف اندفع اندفعت القوات الامريكيه الى داخل بغداد؟ نعم انا قلت لك عدت من شفت قادم فيلق لفتح المبين يوم الاثنين، وبعد ذاك اليوم ما شفت نهاية لحد هاي اللحظة. نعم. يعني فقد القطع اتصال بي وفقد. هذا التاريخ اي يوم؟ يوم اثنين نيسان مساء اثنين نيسان. نعم. فرجعت يعني اللواء الرابع اتخذ خط صد للدفاع عن المفرقة اليسرية، ورجعت يعني باتجاه السيد قصي الله يرحمه، هذا الرجل النبيل المتواضع، لقيته في مقرنا بالمنصور، مقرنا كان بالمنصور شارع الأميرة مقر آخر، قعدت هناك قلت له حكيت له الموقف، قلت له هم بعد عدنا منه الآن إلى الطيارة خلنا نسحب الخط الثاني، ودخل آراء أخرى وما حصلت الموافقة نرجع للخط الثاني. زارنا سيد الرئيس الظهر في مقر المنصور، مقر المنصور، وكان معلومات عالية وشلون حال المقاتلين، قلنا نحن جيدين إن شاء الله، والعدو هذا تروصل بالمفرق، وشنينا عليه غارات بالليل، بس ما حط طرح من الحظ من يحضر السيد الرئيس كويت للتحكي، يعني حتى يعطوك مجال تتكلم، ما حط طرح فكرة العودة للخط الثاني أمام السيد الرئيس. نعم. وغادر بعد فترة غادر. قلنا له شوي مسكنا خط امامه، احتوينا العدو بعد عبوره للجسر، جسر جرف الصخر، هذا الجسر اللي كسر ظهرنا خلينا نقول. المغرب وانا اجاهد احاصل على موافقه للعوده للخط الثاني، تدري هاي خطه المناوره واضحه، يعني العدو ده يهدف يطوقك، فانت قبل طوقك تاخذ خط امام، على عندي فرقه بالحله وفرقه بالصويره وبالمحاويل وفرقة بالفلوجة على حافاتها، كل العدو راح يصير وراها. قبل الضياء الأخير جانا نداء قالوا العدو سيطر على مفرقة اليوسفية. طبعا مو انزال، يقول لك انزال يعني اكو غابة من الدفاع الجوي، مو انزال، دفع رتل بري، والدفع باتجاه طريق المطار، وطلع ليت اثنين على ثلاثة باتجاه المطار، وطلع باتجاه مفرقة اليوسفية. نعم. اني يعني الموقف صار صعب، طلعت هماني ومدير اركان عامه، وصلنا عبرنا البوابه بغداد، جتنا رشقات من رشاشات يعني الدراعات الامريكيه بالمفرق، اختفينا من عندها يعني جاي الستر، وحشيت رجعت بسرعه، رجعت للقصي الفكره والموقف، قال قلت له هسه المفرق المسك، قال الان تعود القطعات للخط الثاني، هسه يلا حصل موافقه. وكان متألم لأنه يعني
بعض الآراء يعني هي اللي ما خلت تتخذ قرار بوقت مبكر يعني. يعني أمامي هذه في هذا الوقت كيف كانت بالضبط يعني. فهذه الحالة صارت عندنا شوية نوع من الرباك يعني. لأن يعني قطاعاتنا بالحلة تنعزل بالجنوب تنعزل، زين شلون؟ يعني أنت هسه الموقف شو تسوي؟ عندنا قوات بغداد اللي جت شات من منطقة أبو غريرة الخط الثاني رأسا وعسنان صالح السلماني يروح باتجاه الدورة يدافع على اتجاه مفرق اليوسفير، العدو يندفع رأسا هذيك على بغداد ما عنده قطاعات. فراح هو يعني عنده لواء ولواء مغاوير والفدائيين أيضا قاتلوا وياه قتال باسل، واشتبكوا مع العدو في منطقة مفرق اليوسفي وصدوا حوالي 4 هجمات 5 في هذا الوقت. في هذا الوقت نعم. كيف كانت يعني اجتماعات القيادة العسكرية والقيادة السياسية كيف كانت تدور وكيف كانت تدار المعركة وكيف كنتم تتواصلون؟ بس العدو قلت لك العدو بالليل يعني رأسا يعني أنا أكو طريق زراعي من الصويرة يجي إلى بغداد. خبرت قائد أبو خد نصار، خبرت رئيس أركان مدينة منورة، خبرت كل قادة الفراق بأنه رجعون للخط الثاني أمر السيد المشرف المحترم. أي القطعات رجعت للخط الثاني، العدو اندفع باتجاه مطار بغداد. نعم. على الطريق السريع. قاتلوا الفدائيين على الطريق السريع، حرقوا له مدرعات. نعم. معركة المطار معركة. وصلوا إلى المطار. نعم، لم يكشف الكثير من النقاط. هسه أتكلم لك عن معركة نعم. المطار. نعم. إذا تسمح لي. مطار صدام الدولي له أهمية كبيرة. الأولى هو صالح لإنزال طائرات ثابتة الجناح أو المحمولة. اثنين الطريق السريع يجي من البصرة للأردن يمر محاذي إليه. ثلاثة مجمع الرضوانية الرئاسي مجاور إليه. أربعة أكو طريق مباشر يطلع من المطار باتجاه القصر الجمهوري سريع 4 سيدات. نعم. وباتجاه القيادة القومية والقطرية ومركز الدولة. المطار يصلح كقاعدة للعدو أن ينفذ بها باتجاه بغداد. فإلى مهم. بس المعارك الأساسية صارت يوم 3 نيسان حرس الخاص قاتلوا بسالة، ويوم 4 نيسان اشتركت القوات الخاصة للحرس الجمهوري لواء 26 ومدرسة قوات خاصة 400 مقاتل ومجاميع كبيرة من الفدائيين، وصارت معارك طاحنة بالمطار بيها حوالي المطار ماكو وقت احكي لك يعني المطار بيه 2000 مقاتل من الحرس الخاص. نعم. وبكتيبة دبابات حرس خاص وبأربع مجاميع قتالية بسريتين آلية وبسريتين قوات خاصة كل وحدة موجودة 500 مقاتل من خيرة كلهم مطوعين ومسلحين بأفضل أسلحة ودفاع جوي نموذج عندهم فمهيئ للدفاع، بس هو مهيئ مو اتجاه هجمة يعني جهد رئيسي العدو يعني. نعم. الله يساعد الحرس الخاص اللي استخدم العدو على مطار بغداد أسلحة نيترونية يعني اكو قنابل تضرب داخل. نعم. المطار تدمر الاشخاص ما تدمر للمعدات ولا البنايات، فجابوا اجساد محروقه بس العظام صايرين. نعم. اكيد استخدم قنابل 9 طن قنابل حارقه يعني تحرق لها مساحه سريه كامله فسفوريه، استخدموا عوامش القدره على قوات عدنان وعلى المطار مطار صدام. فمعركة المطار ادخل لك بتفاصيل هذه في ساعتين اقدر احكي لك عن معركة المطار. المكان كان يقودها يعني نعم. من احنا من جينا بالليل واجى السيد الرئيس يمنا كان يقود المعركة يخابر على امر 26 يقول له وين وصلت؟ يقول له فلان بناية، يقول له اوصف لي اياها، يقول له ايش بيها؟ بالنار هلقد شباك هاي بيها هلقد حتى النخل على النخلة يسأله يعرف السيد الرئيس بيت بيت. فكان يوجه القطعات وقصي يقود من اتجاه برزان وسمر السيد الرئيس ايضا يوجه القطعات للدافع عن مطار صدام. فقسم اقترح قال خلينا نزج قطعات مدرعه من حمورابي. السيد الرئيس قال ما يفيد الدرع يعني وهو صحيح وجهه نظر صحيحه. نعم. قال شو يفيد الدرع سبتيات وقوة جويه تدمره معركه مشات. نعم. فالعدو ما قدر يتجاوز المطار، والمعركه الرئيسيه ما صارت بالمطار، صارت في مجمع الرضوانية الرئاسي ومدينة كاملة كبيرة. نعم. كلها منطقة أشجار ونخيل وهاي، فصار معارك ضارية، واللي راحوا دافع عن مقاتل ما حد رجع يعني بقوا قاتلوا إلى أن استشهدوا. فيوم 3 قلت لك وصل العدو ارتد يعني هو دخل المطار وبعدين دخل وارتد. العدو شو اعتمد تكتيك؟ بتواجهه مقاوم هجوم مقاوم قوي
يرتد يفسح مجال للطيران أن يشتغل يضرب هذه القطعات. من تضعف المقاومة يرجع مرتلخ. فاستمر يعني المعارك المطار بالرضوانية بين كر وفر كر وفر حوالي 4 أيام. نعم. يعني معارك. كيف حسمت المعركة المطار؟ المعركة ضمن معركة بغداد صارت. نعم. هي معركة المطار. فقلت لك هنا بالنسبة للموقف اللي صار وصار هجوم باتجاه المفرق الشوفي باتجاه قوات بغداد، يعني صدت الهجوم واستخدم القنابل الحارقة على أفواج المدافعة حرقوها يعني. نعم. ولكن الفدائيين قاتلوا وأيضا قوات بغداد قاتلت، نفذت دبابة أعتقد يوم 6. نعم. من اتجاه الشرطة الخامسة وعبرت حتى باتجاه المطار القطعات صوروها يمكن دبابة 72 حسب ما قالوا، اكو مدرعات اكو اسلحة عندنا. حصل تسرب كبير، تسرب كبير للقطعات من رجعة الخط الثاني وصار اشتباك يعني تصادفي مع العدو. هذا صار هنا ارباك اللي صار. شنو في معركة بغداد وبإزياز شديد انه بعد اندمج الحرس والجيش، واحنا يعني صار الجيش يتولى قيادة المعركة بغداد اللي فتت حوالي 24 ساعة ورجعت من القيادة مرة ثانية. العدو دخل إلى القصر الجمهوري. نعم. غير دخل اتجاه الدورة ودخل إلى يعني عبر قسم القطعات عندنا راحت باتجاه جسر المثنى. نعم. فأني يعني حيل شطت يعني قلت له سيد المشرف قلت له أنا راح أطلع قاتل شو اسمه قاعد هنا. فركبت راحت باتجاه قوات عدنان. قالوا عبر الدبوات على جسر المثنى. اخذ قائد عدنان وجمع وعنده مجموعه حوالي 200 300 مقاتل قعدوا على المفرق اللي طلع باتجاه التاجي. واتجهت باتجاه الرصافه بسرعه. هناك شفت امر لواء 41 وقائد النداء هيئ لي جعفر المعركه فورا. قلت له يجي وراي باتجاه يعبر من جسر المثنى يطبق ويا الرتل اللي جاي باتجاه الرستميه ويعزل كل الرصافه ويسبب ارباك. يعني يجب ان نقاتل. وصلنا لجسر المثنى كان امر لواء المدرع 41 الله يرحمه احمد نجم عبيد الدليمي بطل. وكان هيئنا القوة المغاوير ايضا فدائيين كانوا يقاتلون هناك ايضا يم الجسر. اول مره اشوف دبابات 72 تعبر الجسر وتحرق 3 أهداف للعدو مدرع حرقه. واحترقت ايضا عنده دبابتين من رمي العدو. الطيران فوق انا بس ما يقدر يرمي المسافه بينه بالعدو 100 متر ماكو بس النهار يفصلنا. معركة عنيفة جدا صارت. فدحت شو يا امر اللواء بعد فترة شفت استشهد يعني يمي. كان مبتسم احمد عبيد يعني. وامر مقدم اللواء جراح وضباط ركن 2 جرحى. فمعركة شرسة صارت. انتهت بانه احنا منعنا العدو ان يعبر وجبرناه بالتراجع عن جسر المثنى. فرجعت للسيد الرئيس بالليل. في هاللحظات كنتوا تجتمعون مباشرة مع رجعت انا الرئيس صدام. رجعت الى شارع الاميرة. يوم 7 نيسان اختصر لك بالحوادث يعني. نعم. بالليل لقيت السيد الرئيس قاعد على الطاوله قال لي عافيه بارك الله بك كاونت الامريكان يوم زين. نعم سيدي كاونناهم ومنعناهم من العبور من جسر المثنى. نعم. وهي الجسر الجيش للتخريب ومشرف عليه فريق محمد العقيدي مع رئيس اركان جيش تدريب وراح يفجره بالليل وفجره فعلا هو بالليل. هذه الحقائق. نعم. كما هي. بعدين السيد الرئيس قلت له والله اني المفروض احنا نطلع نقاتل يعني كاشخاص كقياده نطلع نقاتل لانه الجنود من يشوفون ديل تموت وفعلا اليوم قاتلوا. نعم. اجتماعاتكم وين كانت تعقد؟ بالمقر المنصور يمنا الوزراء القاده. نعم بس نعم نعم بس اجيك على الموقف. هذا يوم 7 نيسان بدا التسرب من القطاعات يعني بدا التسرب بدات الاشاعات. وحقيقة يعني قبلها يعني احنا حضرنا في يوم 4 على 5 نيسان اجتماع مع السيد الرئيس في مقر باليرموك. وقال السيد الرئيس سفينتكم بالحلة مالت لو معدين السكان شان توازن يعني قطعاتكم ناحية الحلة مو صحيح مفروض تدافعون اقرب الى بغداد. واتصل فيما يخص المطار واتصل بالقطعات وقال الان فعدي الله يرحمه الشهيد قال له سيدي ترى تطوقون ببغداد. قال له الان معركه بدت مع السيد الرئيس كان واثق من النصر. القطاعات رجعت للخط الثاني اللي واصله 50% من القطاعات للخط الثاني بسلام او 40
يعني معركة بغداد هم تأخذ وجه آخر وقتال يكون أعنف. نعم. وبشدة ولو هي قطعات مدرعة. بس التأخير بالمناورة من وصل العدو المفرق وصار السباق أربكت حركة القطعات بشكل كبير. هاي توقيت المناورة بالحرب الحديثة أول. نعم. مهم يعني أي قرار تتأخر الزمن ما يرجع لورا يعني. ولا هذا الحرب هي تمرين حتى نعيده. توقيت إذا ما تتخذ توقيت ملائم يعني أمورك ترتبط. يوم 8 نيسان وصل العدو إلى أم الطبول. أخذت الحماية من القصي ما بقى عندي يعني أحد يعني قريب عليه. نعم. ورحت إلى السكة يعني إذا ملاحظها وين جامعة أم الطبول قبل أكو سكة. دعا القيادة حضر أعضاء القيادة القطرية اللي ببغداد يعني معظمهم لطيف الصيب جاسم حضر طارق عزيز حضر طياسين رمضان حضروا كلهم واجتمع بهم السيد الرئيس وانطاهم توجيهات. احنا بس العسكر كنا بعيد عليهم انطاهم توجيهات بس من فضل الاجتماع يعني سمعت يقول يا سيد الرئيس الله يديك طولة العمر احنا نستمد من عندك الها يعني ما معناه يقول جوز قالوا ما خامس الشيد كذا ما معناته نعم فكانوا يعني يقولون ان شاء الله انت الله يديك طولة العمر والصبر والى اخره. سيد الرئيس هاللحظة شامخ يعني وقوي يعني قريب عليه كذا طعم الواجبات راحوا اعضاء القياده القطريه وكل واحد باتجاهه وكل واحد كان وياه مستشار عسكري نعم يعني راحوا وياهم. بعدين يا اخي ودعنا والحقيقه ما شفنا نشوف السيد الرئيس بيش موقف صعب يعني 8 نيسان هذا اخر مره اخر مره السيد الرئيس مقابله او نعم. مجلس سويه 8 نيسان عدت حالات شفتها بس الوقت ما سمح لي اذكرها. فكان اكو رجل وخلى رجل اللي فوق ورجل اللي جو عبر من هذا البيت بشارع الأميرة استوقف أحد المرافق قال سيدي ترى أكو عدو يعني أكو الوضع بالشارع نراد نرتبه نحط السيارات تأخر شوية طلع قال لا تبقوا بهذا المكان غيروه سيد الرئيس. بقى يمي وزير الدفاع وقصي الله يرحمه أيضا قصي قال يا أخوي انظر بالمكان هذا غيره رجعت للمنصور قالت الله عندنا مكان ثاني. طلع قصي والوزير الدفاع اجانا قصي بالليل 8 نيسان كان المعنويات حيل عالية وقال سجلوا اسماء الصامدين من المقاتلين وان وقعنا كل شيء سياسي وان الحرب سوف تنتهي ووضعه كان كل شيء مرتاح قلنا له قال صدرنا امر بان هذول المستربين راح يرجعون وانتم حاولوا ويا الحزب والمقاتلين وراح الصبح اجاني قصي قاتل الله فاجا 9 نيسان اجاني وشان سيد وزير الدفاع وياه وقال لي وزير الدفاع تاخرنا عليك شويه قال لا ما مو مشكله يعني ماكو فد احنا باقيين احنا ما منو بقى وياي؟ بقى وياي مجموعه من الضباط ها مدير الاركان العامه حميد هذا بطل يعني مقاتل من الكوت هو وقائد الله اكبر فريق مجيد الدليمي نعم بطل يعني بقى ويانا الاخر وكل قاده الفرق ترى بقى ويانا الاخر لحظه سواء ابو النداء او رياض بالمدينه المنوره بقوا يقاتلون بما يمتلكون من مقاتلين بقوا وياهم. نعم. بقوا الاخر لحظه فانا جا قصي انطاني شروط يعني اخر وحده كل مره ينطيني بس انا بدا اظنها يعني للذكرى. او بوسني وراح ودعنا يعني قلنا هذا اخر لقاء كان اخر لقاء وياه بالتاسع من نيسان. نعم. بعد ساعتين اجى يركب على حسين رشيد مرافق ماله وعبيد عبد السلام قالوا جمال حصروا بالعظمية اريد سيارتك انطيتهم السويتش اللي هو صدام وقصي نعم اريد الايفيلون انطيتهم السويتش واخذوا الايفيلون بعد ذيك اللحظه لا شفتهم ولا شافونا نعم صار الدنيا عصر يشري تقريبا بعد وصل حي العدل مجيد قلت له خلينا سجلنا موقف يعني قلت له روح نقاتل يعني احنا اخر لقطه ويا العدو يجب ان يكون قتال موجود مجيد قاد الله اكبر نعم ورحت انا وياه ومجموعه وامر الواد 17 ياسين هذا من خيره امر ياسين معاضيدي بقى ويانا لاخر لحظه ورحنا باتجاه هاي العدل وكان ابني وياي حمل قاذفته وضربه على المدرعات الامريكيه بس امر الواد 17 ما قدر يستخدم قاذفته ما رصد الهدف بشكل جيد فخدمني الموقف بلقطه قال احنا نستشهد كلنا يعني مجيد قال بس قلت له احنا ما نريد ننهي هاي الحاله الا بروح مقاومه متى يعني انسحبتم من بغداد؟
فاحنا اخ عبد العظيم هذا اللقطه قلت لك رجعت وين المنصور؟ اجاني فريق اول ابراهيم ما يسكر شيء، وبعدين قال راح يجي ابو حسن، اجى ابو حسن. ابو حسن علي الحسن المجيد. علي الحسن المجيد. قلت له احنا مبلغين نخلع المكان، اتجهنا بسرعه رحنا للداخليه. الداخليه. نعم. واجا عبد الله ابن مهر عبد الرشيد المرافق بعد ساعتين ثلاثه وقعدوا يا ابو حسن. قال ينفذ خارج بغداد، اكو عنده فروع عسكريه بتاجي تقدر افتح الطوق على بغداد. يعني فبعدين حضر عبد الله قال قائد اريدك، قال له وين؟ قال له مطعم حاتم بالقص، ما ادري وين صار المطعم بالعظميه. فطلع علي الحسن المجيد راح ويا عبد الله بسرعه. وقع ابراهيم عفش التالي من فريق اول ابراهيم. بعد ساعتين اجوا اخذوا فريق اول ابراهيم راح باتجاه علي الحسن المجيد. احنا بقينا واحد، قلت له ما اروح انا، ينتظر امر من قصي. متى؟ وقعوا وياي مجموعة خلي الضابط بالمقر البديل. ضباط قالوا شلون سيدي ما بقى احد؟ قلت لهم انا باقي، يروح انا باقي انتظر امر من قصي. وانتهى يوم التاسع من نيسان. نعم، وكنتم على علم ب يعني ما جرى في ساحة الفردوس؟ انا ما عندي علم. انا بالنسبة لي ما سمعت، ما شفت تلفزيون ولا سمعت راديو طول القتال. نعم. لا انا ولا حتى قصي، قلت لا تسمع افضل. ها؟ فالاخبار يعني جيش يعني اعلامي اللي يغزو الفكر يخلي الناس تروح بهذه الاتجاهات، لا ما سمعت خبر ولا ادري بانه تمثال واقع وباقي يعني بالنسبه لليله 10 نيسان. نعم. ومجيد وياي قائد الله اكبر بقى، وميسر فرع الفارس معي راوي انا بقى رجل. نعم. طيب وشجاع، وبقى ويانا حميد الربيعي، وبقى ويانا ضابط ركن عاني وامل واس 19 وابني وعدي قصي جنود اثنين بالمخابرة، كل مخابرة راحت بقوا بس الاثنين، قالوا من عوفك إلا يموت وياك. يعني يعني شلون حليب طاهر ويا رابعين وملازمين وتوم، وبقوا إلى نهاية المعركة بقوا ويانا. الحقيقة اللي صار ببغداد ترى قوات حمرابي قاتلت قتال باسل وصدت حوالي 4 إلى 5 هجمات إلى أن دمرت. نعم. في منطقة أبو غريب، وأيضا قوات بغداد قاتلت قتال باسل فرقة 16، رئيس اركان الفرقه وجنوده كانوا يقاتلون على جسر دياله. بس يا اخي عبد العظيم العدوان كان واسع، وكل جهود العدو بعد 1 نيسان الجوي والصاروخي على محيط بغداد على الهدف الرئيسي. متى قررتم الانسحاب والخروج الى خارج بغداد وترك بغداد؟ بالنسبة لنا يعني أرسلنا ضابط ارتباط على مقرنا القديم بالمنصور، وظلينا ننتظر يعني إجراء أو نداء من قصي الله يرحمه ما إجانا. فبقى إلى يوم 10 نيسان. نعم. يعني فجر 10 من نيسان إحنا يعني غادرنا، تواجعنا الضباط، وكان موقف يعني حقيقة يعني مؤلم بالنسبة لنا، ولكن عندنا أمل إن شاء الله بالمقاومة. فطلعنا يعني طلعت يعني تركت المكان، طلعت باتجاه الفلوجة يوم 10. نعم. الوضع كان عادي هناك، بس على الطريق اتجاه الرمادي تشوف الحزب هناك القياده موجوده هناك، عندنا اتصال كان وياه. فلاحظت عدي الله يرحمه راكب سياره ورتل، اعتقد سيد الرئيس وياه ما شفته. نعم. صرت المهيب كان تقدم من يم الحبانيه وراح باتجاه الرمادي، مريت على رشيد طعان عضو القياده هناك بالرمادي، وقلت له ترى اكو احتمال السيد الرئيس ينجز عليك، تهيأ يجوز. نعم. يجوز هو موجود. بعد لحظة صار ضربة قوية على بيت خربيط. نعم. الصواريخ وانا واعتقد هم ما كانوا هناك. فشفت الوضع بالانبار شلون صار. نعم. بانه يعني هذه كان اخر مشاهدة او لك اتصال مع. نعم. صدام وقصي وهذا. نعم. رؤية الموكب؟ حاولت يعني ايه بعد حاولت اتصل ما قدرت يعني بعدها. نعم. يعني اخر لقطه القصي هي العدي شفته يم الحباني، هو شال سوق سياره لابس ابيض ولافاس، وشفته بعين مجرده بس موقفت يمهم لانهم يتقدمون رتل. نعم. طيب اريد ان اسالك سؤال اخير نختم به هذا الحوار، هل كان لديكم تصور عن مرحله ما بعد احتلال بغداد؟ بمعنى عددتم العده او كان لديكم خطط لمرحله ما بعد بغداد؟ نسبة القياده قلت لك سيد الرئيس جمعهم القياده وانطاهم توجيهات حول هذا الموضوع. نعم.
بس كإجراءات مبكرة واستعداد النفسي عند الشعب والحزب ما كان مهيئ بهالاتجاه هذا. بس التوجيهات نطت لقسم الأعضاء قيادة وليس لكلهم اللي بالخارج اللي داخل مدينة بغداد. اثنين، تدري يعني سيد الرئيس أنا أمامي قال إحنا بالنسبة للمقاومة إذا العدو قدر لا سمح الله يدخل، يعني قال إحنا نحتاج إلى بندقية وكم تمرة ووسطة خبز يابس ونقاتل العدو. يعني معركة تستمر. قانون المقاومة هسه يختلف عن قانون الحرب النظامية. الوقت والزمان والمكان كلها بيدك، تختار الهدف الملائم حتى تضرب به العدو. كل أسلحة العدو كان استخدمها علينا ضد الحرب النظامية أصبحت غرفة. الكروز ما له هدف، ولا الاف 18 ولا الاف 16، حتى سمتية توصل بقت متأخر. يعني المقاومة أصبحت أشباح. العدو الأهداف اللي كان يرميها الآن بعد أن تحول إلى ذروة بالهجوم، نقطة ذروة بالهجوم، بدأ يدافع، أصبح الآن يحميها. يعني يحمي القصر الجمهوري. تعتقد أن بغداد حسمت، معركة بغداد انتهت؟ لا ما تبدي، يعني هو معركة بغداد مستمرة لحد هاللحظة. يعني هم قالوا أولا بغداد بالضرب وبقت هي أولا بالمقاومة. يعني الآن العدو يوميا يسيل دماء بغداد وفي كل محافظات العراق من البصرة إلى الموصل. المسألة بأنه بغداد احتلت بغداد لا زالت تقاوم. احنا بالأدبيات العسكرية يقول لك الهدف ما يسقط إذا ما يهدأ، يعني تخمد النار مالته. فشنو النتيجة؟ العدو الأمريكي أشبه باستراتيجية الخنفسان والصوف، يعني كل ما يتحرك يشربك. إذا يعزز قطعات أكثر يعني خسارة تكون أكثر. يعني هسه المقاومة مثلا عندك جندي مجموعة من 10 أشخاص، هي ما تشكل هدف ولا موضع، لا هي فوج ولا فرقة ولا دبان، بس أمامها عشرات الأهداف. نعم. قمر يمر، جندي أمريكي والقنص. وهذه المعركة لا زالت حتى اللحظة مستمرة. مستمرة نعم. أشكرك جزيل الشكر فريق أول الركن سيف الدين الغالي قائد الحرس الجمهوري على هذه الفرصة التي منحتنا إياها في هذا الحوار الخاص. كما أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في حوار جديد أتمنى لكم أطيب الأوقات والسلام عليكم.